تكون صباح الجمال برفقة البروفيسور صلاح الدين سلاوي خبير التجميل في مدينة الرباط. صباح الخير دكتور سلاوي. صباح الخير وجمعة مباركة علينا وعليك. دكتور سلاوي كان ولفك هنا داخل الاستوديو كيكون صباح الجمال بامتياز. شكرا مرة أخرى إن شاء الله إن شاء الله لأن الظروف لا تسمح أنك تكون معنا دكتور سلاوي. دكتور سلاوي طيلة الأسبوع تحدثنا على تقنيات التجميل بدون جراحة ومن آخر هذه التقنيات هي تقنية اللازير. فين يمكننا نستعملها تقنية اللازير من حيث التجميل؟ فعلا التقنية اللازير هي من التقنيات اللي ماشي جراحية واللي كذلك تكميلية وعندها عدة استعمالات وفوائد في الميدان تاع التجميل. وبحال اللي قلت لك عدة ميادين اللي يمكن تستعمل فيهم اللازير وكذلك بحال اللي كاين عدد من الأنواع ديال اللازير حيت ما كاينش لازير واحد. كاين بزاف ديال الأنواع ديال اللازير وكل لازير كيصلح لواحد يصلح يعني حاجة معينة. فمثلا من أهم المسائل اللي كينفع فيها اللازير هي مثلا إزالة الشعر اللي كيكون في بعض المناطق اللي ما خاصوش يكون فيها الشعر. نعم. مثلا الشعر في الوجه عند السيدات أو الشعر المبالغ اللي كثير في اليدين أو في الرجلين إلى آخره. نعم. إزالة الشعر أو المانيبيلاسيون أحسن طريقة باش كتبان هي باللازير. نعم. لأنها كتكون أولا نتيجة تقريبا نهائية حيت داك الشعر كيمكن له يحيد بصفة نهائية في أكثر من 80% ديال الحالات. نعم. وهذا طبعا كيطلب لازير خاص بإزالة الشعر أو بليبيلاسيون بلازير. ولكن دكتور سلاوي ديما كيكون حيف على ليبيلاسيون بلازير كتخلي البلاصة زرقاء واش هاد القضية كاينة ولا ما كايناش؟ لا أبدا كيخص طبعا بعض الاحتياطات إذا كانت الجلدة تاع السيدة أو السيد مغلوقة الناس اللي كيكون عندهم اللون ديالهم باهت مغلوق. نعم. هادو كيخص يحتاطوا أكثر من ناحية كيخصهم واحد الليزر نوع خاص ماشي أي ليزر. نعم. ماشي بحال اللي عنده الجلدة ديالو مفتوحة أو بيضاء كاين اللي عنده جلدة سمراء كيحتاج ليزر خاص باش ما يبقاش يكونش المشكل ديال البقع. وكذلك كل ما كان الشعر كحل كل ما كان اللون ديالو أسود كل ما كتكون النتيجة أحسن. نعم. كل ما كان اللون تاع الشعر مفتوح ما كينفعش فيه الليزر. نعم. والمبدأ ديال هاد إزالة الشعر بالليزر هو يعني لأن الليزر شنو هو الليزر؟ الليزر هو أشعة ضوئية. أشعة ضوئية ماشي بحال الأشعة ديال الراديو ديال إكس اللي هي إكس ولا الإكس راي اللي كيخافوا منهم الناس. هادو الأشعة بحال ديال الضوء باش كنضويو. نعم. الضوء ديال الضوء اللي كيدور في الأماكن اللي يعني الضوء الكهربائي هو ضوء كهربائي ماشي لي غيون زيكس باش هاد القضية لأن كاين شحال من الناس كيسمعوا الليزر كيخافوا من الليزر. نعم. فعلا حتبقى الأشعة لي غيون زيكس اللي كيتستعملوا في الراديو ملي كتدير الراديو تصدر ولا راديو كدا ديال أي حاجة كنستعملوا لي غيون زيكس. هادوك لي غيون زيكس كيخص الإنسان يحتفظ ويديرهم غير يحتفظ منهم ويديرهم الا اذا كان لازم لان طبعا الادمان الكبير فيهم يمكن يسبب بعض الامراض بحال سرطان الجلد الى اخره. نعم. ومن احسن الاشعه ديال الليزر ما عندها حتى علاقه مع امراض السرطان ولا اي حاجه لانها ماشي نفس الاشعه، اشعه كهربائيه بحال ديال الضوء. بحال قلت الانسان اذا بقى جالس في شي بيت فيه البلا الضوء شعله هذيك البلا الضوء غادي تسبب الليزر الكونسير هذا ما كاينش. فبعد تخوف من الليزر من هذه الناحيه خصو يحيد لان هذا السؤال كيجي وارد كثير عند الناس. نعم. باش نرجعوا لازاله الشعر الليزر شنو هو المبدا ديال طريقة وهذا الليزر كيفاش كيتم وكيفاش كينفع الأشعة داك الأشعة ديال الضوء ديال الليزر كتشربها داك المادة السوداء اللي في الشعر كتسمى لاميلانين. دابا الشعر ديالنا الزرب فيه واحد المادة سميتها لاميلانين هي اللي كتعطي اللون الأسود. اللون الأسود بحال داك لاميلانين كاين حتى في الجلد
نتاع الانسان، وهي اللي كتعطي اللون نتاع الجلد، واش السمر بزاف واش كحل واش السمر واش بيض، على حسب الكثره نتاع داك الماده في الجسم في الجلد نتاع الانسان. وفإذا كان الشعر كل ما كان الشعر اسود كل ما كتكون فيه هذيك الميلانين، وداك الميلانين هي اللي كتستوعب اللي كتشرب هذيك الاشعه نتاع الليزر، وكتهبط كتسرب داك الاشعه الليزر للجذر نتاع الشعره، وكيتحرق هذاك الجذر وكيندوب بصفه نهائيه. نعم هذا هو، يعني كيتطلب هذا ازاله الشعر بالليزر واحد عدد حساس، عدد حساس حصه واحده غير كافيه، حصه واحده عاده غير كافيه، كيخص ديال الحساس على حسب النوع نتاع الشعر، على حسب الليزر، على حسب الاشياء، ولكن عاده ما بين 6-7 فاش كتوصل لعشرة ديال الحساس، كتكون الحصة عادة على الأقل كل شهر أو شهرين. نعم شهر أو شهرين. وعلاش الفترات ما بين حصة وحصة دكتور سلاوي كتكون بعيدة؟ باش ما يكونش بحال اللي قلنا تأثير على الجلد. نعم الجلد ما تبقوش فيها البقع وما تأثرش من ناحية، ومن ناحية أخرى علاش كنحتاجو الحساس كثير كذلك؟ باش لان الاشعه ديال الليزر كتنفع وكعندها تاثير على الشعر غير في واحد المده، في واحد الحقبه من الحياه ديال الشعر، حيت الزغب نتاع الشعر نتاع الانسان عنده حياه، كيخلق وكيكبر ومن بعد كيتوقف او كيموت كيطيح. نعم الشعر، فالشعر عنده تقريبا 3 ديال المراحل في الحياه ديالو، فهو كينفع الليزر كينفع فيه الا في واحد الحاله في المده الوسطانيه اللي يعني كيكون الشعر كيكبر، اما ملي كيكون مازال ما ظهرش للوجود او ملي النمو ديالو كيتوقف ما كيبقاش ينفع فيه. فاذا هذاك الليزر كينفع غير في واحد الحقبه نتاع الحياة ديال الشعر، فكل حصة كل حصة كيتم تهديم أو إزالة واحد نقولوا النسبة، كل مرة كتزول مثلا 15-20%. نعم الشعر المرة اللي بعدها كيعاود يزولوا 20-30% ديال النمو الآخر إلى آخره. فهذا هو كيخص باش كيخص الحساس باش كيمكن يتم العلاج باش تكون النتيجة مرضية. أما اللي في حصة واحدة غادي تزول واحد 15-20-30% نتاع الشعر، ولكن الاخر ما كينفعش. ولكن بصفه عامه على العموم نعم الطريقه اعتقد الاليه بدون منازع اي احسن طريقه لازاله الشعر هو الليزر. نعم لان كيعطي نتيجه مزيانه وما كيعطيش نعم مضاعفات عاده، والنتيجه كتكون نهائيه. نعم اللي مهم خاصنا مثلا خاص نعرفوا الناس على الناس اللي كاين اللي كيكون عندهم السيدات كيكون عندهم الشعر مبلغ لاسباب مرضيه. نعم تكون مشكل هرموني، اضطراب هرموني، اللي عندها الشعر بزاف طريقه مبالغه الى اخره، او قبل ما تبدا الليزر كنعرضوها او كيخصها تشوف طبيب مختص في الغدد في المشاكل الهرمونيه، كيدير لها التحاليل وكيتاكد بلي ما عندها حتى شي، الا كان شي مشكل هرموني كيخص تعالجه هو الاول. نعم لان الا كان مشكل هرموني ما عالجتهش وخا دير الليزر كيرجع يبقى يرجع، فاذا كان مشكل هرموني يتعالج هو الاول، دائما السبب هو الاول خصو يتعالج، ولا ما كان حتى شي مشكل هرموني ديك الساعات كنبداو. نعم دكتور سلاوي هضرنا على ازاله الشعر باللازر، ولكن كاينين اللازر كيستعمل في اشياء اخرى من غير ازاله الشعر. فعلا في عده اشياء، مثلا السيكاتريس، النبذات السيكاتريس وكثير من السيكاتريس وبالاخص مثلا بالاخص السيكاتريس ديك الحفرات اللي كيبقاو من بعد حب الشباب. نعم هادو مثلا كينفع فيهم مزيان كثير لازر سي او دو، كتسمى سي او دو ولا لاغيون، فلازر سي او دو كيعطي يعني واحد النتيجه ممتازه، وهذا من المشاكل اللي كانوا اللي كاين شويه صعاب وكثير هما المخلفات تاع حب الشباب، السيدات اللي كيكون عندهم حب الشباب بالاخص اللي كيكون عندهم شي حب الشباب الا قيح ولا حاجه كيبداو يفقيهم يخلوهم، ملي كيفقيهم كيخلي حفره. نعم هذاك الحفر كيبقاو مشوهين للوجه على بين قوسين، اللي عنده حب الشباب وعنده هذوك الحبوب مع مخ يفقيهم ياخذ الدواء
يداويهم لان نفقهم هذه خلاف. نعم. فهذا الحفره كينفع فيهم الليزر. كذلك السيكاتريس، السيكاتريس كثير من السيكاتريس او من النبادات دابا ما يمكنش نفتحوا اكثر من نص 50% تستريس من السيكاتريس ما يمكنش ما كنديرولهمش العمليه كنعرضوهم على الاقتراح عليهم الليزر. نعم. خاصه الا كانت السيكاتريس ما محفره ما والو او رقيقه، او السيكاتريس كذلك اللي من بعد العمليه الجراحيه باش نوصل عمليه جراحيه على الكوارت ولا على السيزاريان ولا اي عمليه ممكن نديرو على اللازر وتولي مزيان. وكيف ما كانت السيكاتريس يمكن هاد تمسح تحيد 70-80% 100% ما كايناش. نعم. ولكن يمكن غير كنحسنوا من المظهر ديالها. كنحسنوا ولكن بواحد الدرجه كبيره نقول حتى 80%. نعم. مهم جدا كيف ما كانت السيكاتريس من اكثر الاستعمال ديال الليزر انهما قادين على السيكاتريس. وكذلك الليزر كيستعمل مثلا لازاله الوشم. نعم. واحد العدد كثير تاع السيدات والاخصائيات في البلاد المحليه مثل المغرب في الاطلس المتوسط الى غيره كيزيد تاع السيدات اللي عندهم الوشم وكيبغيو يحيدوه لاسباب مختلفه باش ما بقاوش في البلاد يدخلوا للمدينه ولا لاسباب اجتماعيه الى غير ذلك. نعم. كاين اللي كيكون دار الوشم البحاره دار الوشم وكيبغي يزولو. كاين كذلك الوشم الدم العصري اللي كيدير هذاك دابا دار الوشم التقليدي. كاين الوشم العصري كيدير واحد العدد تاع الشمبين كيديروا دابا الانسان الوشم وديك المادات الملونه. وكاين كيندمو في غالب الاحيان كيندمو كيحيدو. ففي هذه الحالات كلها من قبل كنا كنحيدو بعمليه جراحيه وكتخلي السيكاتريس. دابا الان كاين لازير خاص غير بالوشام. نعم. كيحيد الوشام بطريقه ممتازه. كيحيدو بصفه نهائيه بحال ما عمره ما دار؟ نهائيه بصفه نهائيه 100% كيتحيد تماما. هو على حسب النوع نتاع كيفاش داك الوشام بطريقه تقليديه واش مفحم واش بهذا واش مواد ملونه على حسب الغرق نتاع هذاك الوشام على حسب واش داك باش داك كيطلب واحد العدد الحساس مختلفه ما بين 3-4 حتى 6-7 ديال الحصاص مره كل شهر او شهرين. نعم. بعدين في الوشام حاجه يعني كتستعمل كثير. كاين كذلك الوشام اللازر لاهداف تجميليه محضه كاين اللي كيبغي مثلا يعني الوجه ديالو يكون شويه ديال النضاره. نعم. شو ديالنا بحال اللي كيدوي البيلينغ ولكن احسن من البيلينغ اللازر كيعطي بحال نوع ديال التقشير نتاع الوجه باش الوجه كتكون عنده واحد شو تاع المدارة اكثر. نعم. كذلك اللازر خاص وكيعطي النتيجة ممتازة كيف ما كان هذا اللازر كله كاين واحد الاحتياطات كاين الاحتياط من قبل بحال اللي غادي يدير اللازر حيت الشعر ما خصوش يدير اللازر في الوقت فاش كتكون الجلدة ديالو برونزي عندها البرونزاج بحال دابا. نعم. نقولوا مغلوقه بالشمس بحال دابا بالاخص في الصيف مثلا الناس اللي كتعرض وجهها للشمس والصيف وكتبرونزا في البحر الى اخره ما خصهاش دير. هي من احسن لازغ دكتور سلاوي دائما يدار ماشي فوق ماشي في الصيف ماشي في الربيع، من احسن يدار في الخريف والشتاء كيكون الجو بارد وما كتكونش الشمس كثيره. فعلا ولكن ما كتكونش ولكن المشكل ماشي هو الطقس واش بارد ولا سخون، المشكل هو الشمس. نعم. حنا كنعرفوا ان المغرب بلدنا الحمد لله فيها الشمس تقريبا العام كامل. نعم. من 300 نهار في السنه. فعلا من الاحسن طبعا ما يمديش الانسان في الصيف اللي غادي يكون غادي يمشي للبحر او غيتعرض للشمس اكثر الى اخره، انما بصفه عامه طول السنه كيخص تكون وقايه مع اللازر وقايه من الشمس. ومن بعد استعمال اللازر كيكون تداروا كريمات وكيخص الانسان يدير ذاك المضاد نتاع الشمس الوقايه نتاع الشمس لي كرون سولير. نعم. واحد المده من بعد اللازر هذا الشيء كله كيفسروا على الناس الطبيب او الفريق اللي مكلف بالليزر. الان الليزر رجع واحد الحاجه هي تكريبيه في جميع المصحات. في المصحه عندنا مركز خاص غير بالليزر، عندهم مصحات للتجميل عندهم مراكز خاصه بالليزر وفيها عدد كثير من الات الليزر كل حاله على حسب كنستعملوها. نعم. الليزر اللي مولفه كاين كذلك مثلا واحد الليزر خاص بالتوحيمه التوحيمات كتكون خصوصا اللي كيجيو في الوجه كيكونوا شويه بشيعين الوجه او جات لي زونجيوم بحال هذاك لي زونجيوم بلون كتكون التوحيمه ملسه التوحيمه كاين الحمراء. نعم. لي زونجيوم فيهم جوج انواع كاين جوج انواع كاين
اللي كيكونوا بالحرف وهذاك الغليف هذو كيخصهم من الجراحه. نعم. وكاين التوحيمه اللي كتكون منسى طلعت هذيك كينفع فيها الليزر وهو احسن حل. نعم. وكتعطيها نتيجه ممتازه. نعم. هذا كذلك من احسن واكثر الميادين المنظمه. يعني تقنيه الليزر جات باش تساعد الناس باش يحيدوا الندبات باش يكون يعني تصحيح بالتشبيب الوجه، يعني تقنيه يكون عندها فوائد كثيره، ولكن كما قلتي الواحد يحتاط شويه من اشعه الشمس اذا بغى يدير الليزر، وضروري خاص يمشي عند طبيب مختص وفي مكان يعني حتى الله يستر لو وقعت شي حاجه تيكونوا كاينين الاليات باش يمكن يتعالج داك الخطا اللي دار. دكتور سلاوي شكرا لك جزيل الشكر، رافقتينا طيله هذا الاسبوع، كانت معلوماتك جد مهمه، اكتسبنا معلومات، عرفنا على ان يمكننا نديروا جراحه، نديروا تجميل بواسطه الجراحه اللي هضرنا عليه، وايضا يمكننا نديروا تجميل يعني بطرق ماشي جراحيه. شكرا لك وشكرا على استجابه الدعوه.